نيل الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني جائزة لجنة التحكيم الخاصة باسم الفنان المصري الضيف أحمد عن أدائه بمسرحية أم يابا بمهرجان المنصورة المسرحي بدورته الثانية والعرض من تأليف سلمان النطور وسينوغرافيا أنا الفراز وأداء وإخراج قاسم اسطنبولي وتسلم الجائزة بحفل الختام بمصر عضو مجلس أمناء المسرح الوطني اللبناني صلاح عطوي كما تعرض المسرحية بالمركز الثقافي بأم درمان بالسودان و. في ملتقى بابل للدولة لفنون الشارع بالعراق ومهرجان زكورة الدولة بالمغرب.